السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بوصفه جديده وسهله وخفيفه، ولما نحب نقول عايزين ناكل حاجه حلوه مش عارفين ناكل ايه نقوم نعملها. مش بتاخد مننا اكتر من 5 دقايق في عمايلها، وبعدين نحطها شويه بقى في الفرن. هو بس ده اللي بياخد الوقت، لكن هي مش بتاخد وقت خالص، ولذيذه وجميله. تعالوا معانا نشوف ايه المكونات بتاعتها في منتهى البساطة. بس حبايبي بفكركم ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة علشان يجيلكم كل جديد، ونعمل لايك وشير، ونعمل تعليق جميل من تعليقاتكم الجميلة. يلا بينا نبدأ، يلا نقول بسم الله ونبدأ. بسم الله. المكونات عبارة عن لتر لبن وخمس معالق سكر. لتر اللبن بياخد عليه 5 معالق سكر. انتي حابة تسكريه اكتر من كده ممكن تزودي، لكن هو الحد المظبوط بتاعه 5 معالق سكر. معانا نص كوباية سكر هنعمل بيها الكراميل. ايه اللي احنا هنعمله الجديد النهاردة؟ هنعمل كريم كراميل. يبقى السكر ده نص كوباية عشان نعمل بيها الكراميل، انما السكر ده الفاتح ده علشان نعمل بيه نحلي بيه اللبن. وخمس بيضات. لتر اللبن بياخد 5 بيضات، بس انا مزودة بيضة صغيرة بلدي عشان تديها طعم كمان زيادة في التست وتبقى طعمها حلو، والفانيليا مش اكتر من كده. يبقى الكريم كراميل عبارة عن لبن وسكر وبيض والفانيليا، مفيش حاجة تانية خالص. هنعمله ازاي؟ هنيجي نشوف مع بعض هنعمل ايه. هنجيب الخلاط، اللتر، لو انا حطيت اللتر مع البيض وضربته ممكن يفور ويقع مني، فانا هحط نص الكمية. والله ممكن يجي كله اهو. يلا يبقى احنا حطينا اللتر كله اهو، خلاص كده، ونحط عليه 5 معالق سكر. يلا بينا، اتفضل. كمان نحط الفانيليا عليهم اهي، شوية الفانيليا، وبعدين نحط البيض. بس البيض نكسره واحدة واحدة علشان لو واحدة طلعت بايظة نرميها. نجيب بقى نحط البيض واحدة واحدة كده، نيجي نشوف بقى نكسر واحدة واحدة اهي. بسم الله، كويسة وجميلة. نحطها برضو، حلوة اهي. هنكسر البيت كله كده واحدة واحدة، وبعدين في الاخر نضربهم بالخلاط وخلاص. يبقى كده خلص الكريم كراميل، ما فيهوش اي مشكلة خالص، واكلة لذيذة وغنية، وبعدين مفيدة جدا للاطفال، خصوصا اطفالنا الصغيرين. كل ما نيجي ناكلهم بيض يقعدوا مش عايزين ياكلوا البيض، فاحنا ندخل لهم البيض في حاجة حلوة هم بيحبوها، وياخدوا القيمة الغذائية بتاعته في منتهى البساطة اهو. الحمد لله البيض كله جميل وزي الفل ما شاء الله. هنحط بقى كده، استني اتفضلي حضرتك. دلوقتي معانا دلوقتي هنحط السكر نعمله كراميل على بال ما نضرب. هنحط دلوقتي السكر دي، طبعا انا هحط اللبن المضروب في البيض هحطه في صينية بايركس، فمش هقدر احط فيها السكر بتاع الكراميل على النار كده مباشرة عشان ما تطقش. فانا هعمل الكراميل الاول في مقلاية كده اكرمله، وبعدين اقوم حطاه عليها
على بال بقى ما يتكرمل نضرب البيض مع السكر. اهو دلوقتي هنضرب بقى المكونات كلها في الخلاط، نقول بسم الله. خلاص كده ضربناه اهو، ضربناه في الخلاط اهو، بصوا الريم بتاعه اهو، نتأكد برضو مع بعض اهو، تمام كله تمام. ويلا بينا نشوف الكريم عمل ايه عشان نحطه بقى. وادي الكراميل اهو اتكرمل اهو، وادانا اللون الحلو اهو زي ما انتم شايفين اهو. ده ما كنتش المرحله دي ما كنتش اقدر اعملها في الصينيه على طول، لان مش معقول هحط البايركس على النار مباشره كده، فانا بحب اعملها كده بره في اي مقلايه صغيره او اي وعاء صغير وبعدين اقوم حطاها. لونه حلو اهو، هنحطه بقى خلاص، والسكر كله ساح اهو خلاص. دي مرحلة الكراميل اللي بتديله اللون البني فوق الوش، بيبقى لونه حلو قوي وبتديله طعم كمان وحلاوة اهو. الكراميل خلاص تمام اهو، هقوم حطه بقى في الصينية خلاص كده، سواء بقى اتفرش في الصينية كلها او ما اتفرش، هو طبيعي بيظبط نفسه اهي. اهو يا حبايبي، قلنا الكريم كراميل عبارة عن لتر لبن، خمس بيضات، ممكن نزود عليهم بيضة بلدي للطعم مش اكتر، لكن لو ما زودناش هي دي المقادير المظبوطه بالظبط. اللتر اللبن عليه 5 بيضه، عليه شويه فانيليا صغيرين، يعني نص معلقه صغيره او ربع معلقه صغيره حسب نوع الفانيليا، وبعدين 5 معالق سكر، ويتضربوا مع بعض في الخلاط مش اكتر من كده، ونص كوبايه سكر بنعملها كراميل زي ما انتم شايفين. وبعدين بعد ما يتضرب في الخلاط نقوم حاطين الكراميل، ونقوم حاطين فوقه اللبن المضروب بالبيض اهي. شوفوا زي ما انتم شايفين كده بمنتهى البساطه، يعني ما عملناش اي حاجه. دلوقتي حطينا اللبن المضروب في البيض، اللبن لتر لبن 5 بيضات، 5 معلقه سكر، فانيليا، نضربهم، نعمل نص كوباية سكر كراميل ونحطها في الصينية، ونقلب عليهم الخليط وخلاص. الصينية البايركس دي عشان نسويه بقى هنسويه ازاي؟ الصينية البايركس دي بحطها في صينية اكبر منها عفوا، عشان بقى اسويه بيتسوى في مية سخنة او في مية، يعني بحط تحته في حمام مائي، بملى الصينية كده لحد نصها. بس انا عايزة اقول لكم حاجة، ان الصينية اللي انا حاطة فيها اللي برة دي الامونيوم، وطبعا لو انا دخلتها الفرن مية مع الامونيوم هيتأكسدوا وهتبقى الصينية لونها اسود، وانا بصراحة مشكلة بالنسبة لي ان انا اقعد ادعك بالليفة السلك علشان ترجع نظيفة تاني، فعلشان ما وسخهاش وما بهدلهاش وما اخليش لونها اسود، فبعمل ايه؟ فبحط المية واحط معاها خل. الخل لما تغلي المية عمرها ما بتسود الالومنيوم خالص، لان المية السادة كده بتتفاعل طبعا مع الالومنيوم، الاكسجين اللي في المية بيتفاعل مع الالومنيوم بيعمل اكسيد الالومنيوم ده اللي هو اللون الاسود ده، فانا بعمل كده الخل ده علشان ما تسودش. هي دي تريكة انا حبيت اقولها لكم بس علشان ما تبهدلش الحاجات بتاعتكم. احنا هندخلها الفرن بقى، دي تدخل الفرن، هي بتقعد
من تقريبا ساعتين في الفرن. فهنفتح الفرن على العالي ونحط الشبكة في أول حاجة خالص، في أول حامل خالص ليها، ونحطها فوق الشبكة، ولما تخرج هوريها لكم. ويلا نشوف مع بعض بقى، هندخلها الفرن وبعدين نشوفها بعد ما تخرج. وده يا حبايبي منظر الكريم كراميل بعد ما خلص. انا مطلعه قدامكم اهو بعد ما برد شوية طبعا لانه كان سخن جدا. وبعدين زي ما انتم شايفين الصينية الالمونية هي زي الفل، لا توسخت ولا بقت سودة ولا اي حاجة. طبعا ده نتيجة ان انا حاطة خل في المية. هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنفضي الجوانب كده، هنسلكها منها اهي زي ما انتم شايفين كده. ده طبعا الكريم كراميل غني جدا لان عبارة عن لبن وبيض، وطبعا عندك اطفال الكبار كمان مغذي جدا ليهم وحلو جدا، وشكله شيك في العزومات في التقديم حلو جدا. هنيجي نقلبه كده، بسم الله. اهو يا حبايبي قلبناه. زي ما انتوا شايفين شكله جميل جدا، المهم طبعا طعمه اجمل واجمل. هنقطعه بقى كده اهو، اهو قدامكم. ايه رأيكم كده؟ ايه رأيكو؟ اهو ممكن نحط شوية صوص كده، وده الشكل النهائي بتاعه اهو. ايه رأيكو؟ طعمه ولا اروع من كريم كراميل تجيبيه من برة. بصي فظيع، جربوه وشوفوا طعمه وشوفوا الطريقة دي، هتلاقوه سهل جدا ومفهوش اي حاجة. أشوفكم في وصفة تانية إن شاء الله، إلى لقاء آخر جديد. ما تنسوش لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في وصفة جديدة مع تعليقاتكم الجميلة. ومع السلامة حبايبي.